الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على كل مقدرات وممتلكات الفلسطينيين، ويصادر ويتعمد أن يصادر أراضي فلسطينية لإقامة المستوطنات. هذه المستوطنات بكل ساكنيها وما يحملون من حقد وعنصرية يتعمدون تلويث البيئة الفلسطينية من خلال السموم المنبعثة من تلك المستوطنات. من دور القرع نبدأ، والبلد بلدنا. بسام، نحن الآن بقريتكم، أكيد مبسوطين بوجودنا معكم، قرية دور القرع. إذا ما حبينا بداية نعرف مشاهدينا على المكان اللي إحنا متواجدين فيه هلأ. أول شيء أهلا وسهلا فيكم. إحنا في جزء من قرية دور القرع اللي هي بنسميها ضاحة الزراعة. ضاحة الزراعة وفي كمان ضواحي غيرها، بس هاي ضاحة الزراعة اللي هي محاذية لمستوطنة بيت إيل. محاذية لمستوطنة بيت إيلو، زي ما عرفت من حضرتك قبل شوي إنه المنطقة هاي في امتداد من فترة، بامتداد للمستوطنة خلينا نحكي، من خلال مصادرة أراضي في هاي المنطقة. إذا حبينا نعرف من حضرتك قديش تأثير هاي المستوطنة، مستوطنة بيت إيل، على هاي المنطقة بالضاحية بدور القرع. بلشت بناية مستوطنة بيت إيل تقريبا في بداية السبعينات، ما بعد الـ74، بلشت قريبا من المعسكر الأردني اللي كان مقام على أجزاء من أراضي البيرة، وبلشت تتوسع باتجاه دور القرع. أخذت من دور القرع طبعا مش مرة واحدة، كل عدة سنوات كانوا يأخذوا بضع دنومات وشيكوا بعدهن كحماية إلهن، لحد ما وصلت بحدود 1800 وكسر دنم اللي صاروا مصادرينه من دور القرع لحد الآن. وبتعمدوا خلينا نحكي بعد ما يصادروا وبعد ما يستوطنوا بأراضينا، بيتعمدوا يلوثوا البيئة، خلينا نقول يخربوا المحاصيل الزراعية، يخربوا الأرض، يلوثوا الأرض تحت الأرض وفوق الأرض كمان. إذا حبينا نحكي عن هاي النقطة، أهم مضايقات خلينا نحكي والاعتداءات على بلدة دور القرع، هي الاعتداءات من الأفراد بشكل خاص وبشكل عام من المنشآت اللي بيعملوها كخطوط المجاري مثلاً. على سبيل المثال خطوط المجاري بيضخوا المجاري باتجاه الأراضي الزراعية والأراضي السكنية، وما في عندهم فرق بين أراضي زراعية أراضي سكنية، شو ما تكون بيضخوا المجاري تاعتهم باستمرار بين فترة والثانية باتجاه أراضينا، والمجاري هاي بتجمع حولها مثل الخنازير، الحشرات، الروائح الكريهة، تخريب للتربة، تخريب للمياه الجوفية، تخريب وبعدين إيش قريتنا، يعني إحنا معروف عنها قرية زراعية، قرية فيها مياه جوفية، قرية فيها مي حلوة، الناس كلها بتيجي بتشرب منها مي حلوة، يعني أحلى من مية بلدنا ما في أن ينابيع وكذا. بس هاي التصرفات اللي بتصرفوها هاي يعني في النهاية راح تؤدي لخراب المياه الجوفية اللي إحنا بنزرع منها وبنشرب منها وبنعتاش منها، وفي ناس بتعتاش من وراها هذه المياه. يعني المياه العادمة اللي بتعمدوا مستوطنين، نقول مستوطنة بيت إيل، بتعمدوا إنه يلوثوا البيئة في دور القرع، وزي ما حكيت حضرتك إنه غنية دور القرع بالمياه الجوفية، هاي المياه اللي صالحة للشرب وصالحة للزراعة، بالتالي المجاري لما أو نقول المياه العادمة لما بينزلوها بأرض دورة أكيد رح تأثر على التربة 100%، رح تأثر على التربة، ملوحة التربة والمياه الجوفية، خاصة إنها هي مستوطنة بيت إيل يعني على مرتفع أعلى من بلدنا، فهي راح يأثر على المياه الجوفية أكيد،
وراح يضر المياه الجوفيه اكيد يعني. وبنلاحظ كمان اخي بسام باش اذا انت معي بهالموضوع انه بتعمدوا الاسرائيليين الاحتلال الاسرائيلي يستوطنوا بالاماكن الجبليه العاليه في كل مكان على مستوى الوطن، برايك شو الهدف من انه بيستوطنوا الجبال؟ هي للسيطره، هي للسيطره للسيطره، بيكونوا هم اللي كاشفين وهم اللي مسيطرين في اي حركه، في اي حركه احنا بنتحركها مرصودين بالكاميرات بالعين المجرده بكل الوسائل، بحاولوا انه حركتنا تكون مرصوده لهم يعني، وكان احنا كل حركاتنا بدها تكون ضدهم يعني، مع العلم ان احنا حركتنا عاديه، بدنا نعيش، بدنا نزرع، بدنا نشتغل، بدنا يعني بدنا نعيش حياتنا بشكل طبيعي. هذا يعني هم يعني مش متركيننا حتى نفكر بهاي الطريقه ولا نتصرف بهاي الطريقه. اي حركه لنا، اي حركه احنا متهمين فيها بتصرف ما ضدهم يعني، ما في اي حركه لنا، حتى لو كانت بدك تأتي اي عمل عادي يومي يعني. على سبيل المثال قبل قليل حاولنا انه نصور قريب من السياج من بيت إيل، يعني انه كمان ممنوع نصور قريب من هذا السياج. صحيح. خلينا نحكي طبعا في موضوع قديم حديث في دور القريع، وهو اختارات بهدم بعض المنازل في المنطقة هون. في أنا اختارات الهدم طبعا باستمرار على مدار السنوات الماضية كلها، وفي من يعني من 3 أيام أجا 30 اختار هدم للمنطقة هون، منها الأماكن اللي يعني صورتوها، ومنها أماكن ما قدرت تصوروها بسبب قربها. فيعني الأماكن هاي كلها أعطوهم 3 أيام إنهم يقدموا اعتراضات، يحضروا أوراقه، مع العلم إنها هاي الأراضي كلها أراضي طابو على زمان، يعني على الطابو الأردني زمان الحكومة الأردنية مطوبة من 52 مملوكة لأصحابها. طبعا هلكيت تسميات سي وبي، هاي بيقولوا لك طابو بيت إيل، ما عمره كان في طابو اسمه بيت إيل في حياته. طابو الأردني اللي كان في 52 سنة 1952 طوبت هاي الأراضي لأصحابها المالكينها، ومسجل رسمي هذا الحكي. هلكيت تقسيمات يعني تقسيمات الحديثة اللي سي وبي، وهذا هذه تقسيمات احتلال طبعا احنا اكيد احنا مجبرين عليها مش معترفين فيها. طيب كمان انا لاحظت يعني كل احترام لاهالي المنطقه هون واهالي دور القرع، لاحظت انه بالرغم من كل اللي ذكرته حضرتك، بالرغم من التهديدات بالهدم، بالرغم من المضايقات، الا انه الناس صامدين. في ناس عندها هيو في كراج هلا مرقنا على شباب، وكمان الناس صامده ببيوتها وعايشه طبيعي وما هممها، لانه بالنهايه البلد بلدنا والوطن وطننا. احنا اصحاب الارض يا اختي، احنا اصحاب الارض، احنا اصحاب الارض، احنا اصحاب المكان. اسالي الحجر بعرفنا، الحجر اللي على الارض بعرفنا، مش بس احنا بنعرفه، هو بعرفنا. الحجر اللي موجود على الارض هو بعرفنا من كثر ما احنا احتكينا فيه ومرينا عنه واشتغلنا فيه. هاي الارض اللي في بيت إيل كلها انا كنت ازرعها انا وابوي عزمان، أبوي الله يرحمه، كنا نزرع في جزء من إلنا جزء فيها، كنا نزرع وكنت أنا أنكل الزرع منه. فإحنا أصحاب الأرض، إحنا أصحاب المكان، إحنا المكان بيعرفنا قبل ما نعرفه، إحنا المكان بيعرفنا قبل ما نعرفه. صحيح، كل احترام. خلينا نحكي هلأ عن دور القرع كقرية. دور القرع غنية بالمياه، بالتالي بتعتمد على الزراعة. يعني أنا لاحظت في أكثر من مكان في القرية في مزروعات، قديش مهم نحافظ على بيئتنا، على أرضنا، على زراعتنا في القرية. إحنا كأهل بلد أولاً وكمجلس قروي ثانياً بنحاول نحافظ على هاي الأماكن اللي فيها الينابيع قدر المستطاع، وبنحاول ندعم فيها يعني، ونوقف على رجلينا ونوقف الناس اللي موجودة فيها على رجليها وتضل صامدة قدر الإمكان، مع العلم ان مواردنا يعني بسيطه وامكانياتنا ضعيفه جدا يعني، الا ان احنا بنحاول في الممكن، بنحاول في الممكن ان نبقى على هاي الارض ونبقى صامدين فيها ونبقى محافظين عليها قدر الامكان، ونضل شايفينها حلوه زي ما الناس كلها بتشوفها حلوه. شبكه المياه في دوره قديمه، احكي لنا عن ما حاولتوا تجددوها، يصير في تجديد فيها؟ احنا مثلا هاي المنطقه اللي احنا فيها الان شبكه المياه متآكله فيها لانها ممدوده من بدايه السبعينات، وحتى مصلحه مياه
رام الله تقدموا في طلب وعملوا عطاء ورسي على مقاول، وتقدموا في طلب تصريح لهذا المقاول على أساس أنه يبدل الشبكة لأنها متآكلة وفيها يعني مياه كثير بتروح هدر من تآكل الشبكة. طبعا تفاجأنا أنه برفض الإسرائيليين في إعطاء تصريح لهذا المقاول، والتغى العطاء بعد ما رسل عطاء على مقاول بديش أذكر اسمه، وإذا حبيته بذكر اسمه عادي ما في عندي مشكلة، من دار السلامين هو المقاول، وانسحب العطاء برفض الإسرائيليين تمديد تجديد الخط. يعني حتى ونحن بأرضنا ونحن اللي بدنا نصلح ممنوع نصلح، ممنوع بسبيل تضل مستوطناتهم. لا لا احنا يعني تصليح الخط، تصليح الخط هذا شو بيأثر على المستوطنة؟ حتى يعني بيعملش اشي في المستوطنة، وبعيد عن المستوطنة، هذا خط للبيوت اللي مسكونة مأهولة بالناس، واكيد بيأثر على الاحتلال انه هم عندهم من باب التهجير. بالضبط، مضايقات. صح، مضايقات، صحيح، مضايقات فقط على اساس انه يضايقوا الناس هذول، يكرفوهم عشتهم، ما حدا يضل في المكان، اللي بيكبر جديد يعني يضل القديم وبعاود الزمن بوكله، وجديد الشباب الجداد على اساس انه يلاقوا لهم مكان اخر يكون فيه مي وفيه في وما فيش فيه تنغيص من المستوطنه بالمجاري ومنع المي وشيء زي هيك. نرجع لموضوع المجاري، المياه العادمه اللي بتعمدوا مستوطنين بيت إيل يمشوها في أراضي دورة، بتأكيد في سكان وفي بيوت محيطة ومتضررة من خلينا نقول الرائحة الكريهة أو الحشرات اللي بتأدي بالتأكيد بالنهاية لانتشار الأوبئة. شو بتحكي لنا عن تأثير هاي المياه العادمة على السكان في المنطقة؟ تأثير السكان في المنطقة يعني في الكل متضايق، الكل ما يعني ما حدا بيقدر يتحمل هذا الوضع. يعني يوم اول يوم بفلتوا المجاري فيه، الكل بيبعد، بيحاول يبعد فتره تخف الريحه ويرجع الناس لاماكنهم. يعني هذا الحكي بيؤدي انه الناس يعني بشكل عبء كبير على الناس، انها بدها تبعد عن المكان لحد يقدر يعيشوا في هذا المكان، بدهم ما حدا بيقدر يعيش في جو من هذا النوع في أول ساعاته. يعني صحيح، وبالنهاية هدفهم واحد، يعني يخلوا المواطن الفلسطيني الأول صاحب الأرض، صاحب هذا البيت، يهجر بيته ويهجر أرضه لحتى هم زي ما احنا شايفين يمتدوا ويستنزفوا أكثر من أراضينا ويحتلوها. صحيح. بشكرك أخي بسام، أكيد نحن معكم بجولة في دور القرع. ميت أهلا وسهلا. محمود قاضي، عضو مجلس قروي في دورة القرع، وحضرتك من الساكنين، انت ساكن بمحاذاة مستوطنة بيت إيل، بتأكيد من خلال سكنك وتواجدك برضو من التلوث في المنطقة خلينا نحكي، وبتعمدوا المستوطنين يلوثوا القرية وأراضي القرية، حابين نسمع من حضرتك بالتفصيل أكثر عن المنطقة اللي انت ساكن فيها. بداية أهلا وسهلا فيكم في دورة القرع، قريتنا وبتلفزيون فلسطين، التلفزيون الوطني الأول بامتياز. ثانياً، الإسرائيليين يعني دائماً يقومون
بتلويث البيئة الفلسطينية، بضخ المجاري، بضخ القاذورات علينا، بضخ الكيماويات. هذه المجاري تلوث العيون الفلسطينية وعيون القرية لدينا، وتلوث المياه الجوفية في القرية. كمان هاي المجاري يعني بتلم الخنازير وبتلم القاذورات وبتلم الجراثيم والفيروسات في وتسبب في يعني في كثير من الأمراض لأهل القرية. على مدار الأعوام السابقة طلبنا من الإسرائيليين إنه يوقفوا هذا الضخ للمجاري، ولم يستجيبوا لنا، ولم يستجيبوا للسلطة الفلسطينية، ولم يستجيبوا للارتباط العسكري ولا المدني الفلسطيني. يعني هن متعمدين إنه خلينا نحكي متعمدين إنه يلوثوا بيئة الأراضي الفلسطينية بهدف التهجير والمضايقة الأكثر وإهلاك الشعب الفلسطيني. خلينا نحكي أكيد يعني الإسرائيليين هم أكبر هم لهم إنهم يضايقوا الشعب الفلسطيني بأي طريقة وبأي سبيل. يعني ما عندهم أي مشكلة إنه الفلسطيني يكون بيته في جواته مجاري، بيته يكون البيئة تبعته غير صالحة للسكن. كثير من الأمور يتعمدها الإسرائيليين. يعني لاحظ حتى المكان اللي بينزلوا منه هاي المياه العادمة على سياج، عاملين بوابة صغيرة، بتعمدوا بهاي المنطقة القريبة من البيوت القريبة من السياج المحيط في بيت إيل أو في مستوطنة بيت إيل، لحتى يمكن بيهدفوا زي ما حكينا ترحيل الساكنين، بدليل إنه من جديد في أوامر هدم لمنازل مجاورة للمنطقة اللي حضرتك ساكن فيها. احكي لنا عن قرارات الهدم وليش، شو السبب برأيك؟ نعم، هذه القرارات قديمة حديثة، هي من عام 95، من لما أجت السلطة الفلسطينية على البلاد وقسموا الأراضي إلى مناطق سي وبي وألف وعدة مناطق. هسا الإسرائيليين معنيين بتهجير السكان الفلسطينيين من مناطق سي بالعموم. منطقتنا تعرضت لكثير من هذه الاختراقات من عام 95 لحتى عام 24. تمام، بالفترة القريبة أجا حوالي 20 اخطار للمنطقة لهدم بيوت وهدم جدران وهدم سناسل وهدم بركسات ومنشآت يعمل فيها أهل المنطقة. طب إذا حبينا نسمع من حضرتك، أكيد أنت مطلع في الإعلام وأكيد إلك أقارب وأهل وأحبة على مستوى الوطن، خلينا نحكي نتناول قضية، خلينا نقول الهجوم المسعور، خلينا نقول للمستوطنين على المواطنين في القرى المحاذية للمستوطنات، اللي خلينا نقول هم أخذوها غصبا هذه الأراضي واستوطنوا فيها، بيعتدوا على البيوت وبيحرقوا البيوت وبيضايقوا السكان. شو المضايقات اللي حضرتك من خلال سكنك شفتها هون في المنطقة؟ يعني احنا بنتعرض لمضايقات المستوطنين من تقريبا من سنة 2000، من انتفاضة 2000. بيقوم المستوطنين بهجوم على البيوت وبحرق سيارات وبحرق ممتلكات وبالزعرنة والعربدة على المواطنين الفلسطينيين، كما أنهم بالوقت الحالي بعد 7 أكتوبر زادت هذه الهجمة الشرسة لوجود حكومة يمينية متطرفة إسرائيلية سمحت لهم أن يقوموا بهذا الاعتداء على الشعب الفلسطيني. بدليل سلحتهم كمان، أعطت قرار هذه الحكومة بتسليح المستوطنين. نعم، قامت الحكومة الإسرائيلية بتسليح جميع المستوطنين وقطعان المستوطنين الموجودين في جميع مستوطنات الضفة الغربية. كمان لاحظنا في عدة قرى فلسطينية وعدة أماكن زراعية، خلينا نحكي الخنازير البرية المنتشرة واللي هي بالأصل أصلاً الإسرائيليين جابوها وحطوها عنا هون في بلادنا وفي أراضينا الزراعية. ذكرنا إنه في خنازير برية متواجدة عند مصب أو نقول مجرى المياه العادمة هون في القرية. قديش ضرر وجود مثل هذه الخنازير البرية يعني على السكان طبعاً على الأرض؟ حدث ولا حرج، هناك العديد من قطعان الخنازير، يوجد خنازير بكثرة في منطقتنا، بتقوم بتخريب الزراعة لدينا. عندنا عدة أراضي زراعية، احنا بلدنا زراعية، يعني هاي الخنازير تأكل المزروعات وتروع المواطنين، وهي خنازير متوحشة وأطلقها علينا المستوطنين
وقطعان المستوطنين، وتأتي على المجاري اللي بيكبوها علينا، يعني على مجاري المجرى تبع المجاري تكون باستمرار، أو على المناطق التي يوجد فيها بعيد عنكم الزبل والمزابل. فهذه الخنازير يعني آفة، آفة للمجتمع الفلسطيني. ربنا يخلصنا منها إن شاء الله رب العالمين بإذن الله. وكمان خلينا نرجع نحكي، نرجع لموضوع المياه العادمة اللي حضرتك ذكرتها قبل قليل، اللي بتعمدوا إنه يرموها بأراضي قرية دور القرع. هاي المياه العادمة بتأكيد إلها مردود سلبي على المواطن الساكن في القرية، من ناحية الأوبئة، الأمراض، الرائحة الكريهة، الحشرات، خلينا نقول قديش بتلمس من المواطنين الساكنين في المنطقة أذى وأذية من هاي المياه العادمة. يعني أنا بقول إنه زي ما أنتوا شفتوا إنه بيت إيل بسبب وجودها على مرتفع وجبل، يوجد العديد من الممرات للمجاري التي يضخها على الأراضي في القرية لدينا. وهذه المجاري تقوم بتسميم، ليس فقط تلويث، بل تسميم الزراعة لدينا وتسميم العيون وتسميم التربة أيضا، وعمل الآفات والأمراض وجلب الحشرات وجلب الهسس والذبان. يعني المواطن في الليل لا يستطيع أنه يجلس في حديقته أو على شرفة بيته من هذه المجاري، من رائحتها الكريهة، من الحشرات التي تأتي بها، من السموم التي تبثها هذه المجاري. إذا حبينا نسمع من حضرتك، برغم من كل اللي ذكرته، برغم من كل اللي أنتوا بتشوفوه يوميا هون في أراضيكم على بمحاذاة مستوطنة بيت إيل، النفس الحر والصمود كيف عند المواطنين اللي ساكنين بالقرب المنطقة؟ يعني الحمد لله رب العالمين، صمود شعبنا صمود أسطوري. لن نعود للوراء، لأن الشعب الفلسطيني لن يرحل عن أرضه. دور القارع إذا بده يوصفها ابنها، ابن هاي الأرض وابن هاي البلد، شو بخبرنا عن دور القارع؟ دور القارع قرية جميلة جدا، فيها مياه جوفية، فيها العديد من العيون، طيبة الأهالي وطيبة المواطنين، الخضار اللي أنتوا شايفينه، الحمد لله رب العالمين، الله يحميها ويضلوا صامدين أهلها. وأكيد على مستوى الوطن كل أهلنا في كل القرى والمخيمات الفلسطينية والمدن الفلسطينية، أمام الطامعين، أمام الغزاة، أمام المستوطنين، أمام الحكومة الإسرائيلية المتسلطة على أهلنا وشعبنا هم بفلسطين. ويبقى الوطن ويبقى أهله بعز وكرامة بإذن الله. أشكرك أخي محمود، وإن شاء الله تبقى قريتكم عامرة إن شاء الله. شكراً.